عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة غادة رسلان، دكتورة استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل في مستشفى الحوض المسدود التعليمي في القاهرة. النهاردة حابة أكلمكم عن موضوع العصر اللي كلنا بنتكلم فيه، وهو المونكي بوكس أو جدري القرود. نحب يعني نتكلم عنه عشان نعرف إيه هو وبينتشر إزاي وبيتنقل إزاي، ونبقى عندنا فكرة عن كيفية التجنب الإصابة به. الحقيقة هو المرض كان ظهر قبل كده في سنة 1950 كناتج عن تجارب اتعملت، كانت بتتعمل على القرود عشان انتاج مصل للجدري، الجدري الآدمي اللي كان بيظهر قبل كده في الإنسان يعني. وهو بعد كده انتقل في الفترة اللي حصل فيها الإبيداميك دي أو انتشاره في أفريقيا، المنطقة اللي كان فيها التجارب في الكونغو وفي وسط أفريقيا وكوت ديفوار. وبعدين بعد كده اتنقل عن طريق الترانسبورتيشن أو نقل الحيوانات اللي هي زي القرود والقوارض، اللي هي الاثنين بيحملوا نفس الفيروس ده، إلى أماكن أخرى زي أمريكا واليونايتد كينجدوم أو بريطانيا وبعض دول أوروبا وإسرائيل. بعد كده المرض ده اختفى خالص، وهو من نقدر نقول ان هو من فصيلة نادرة من الفيروسات اللي هي بنسميها الأورثوبوكس فيروس، اللي منها الجدري العادي اللي كان بيصيب الناس، والفاكسينيا اللي هو كان بيستخدم، هو قريب او ابن عم الجدري، عشان كانوا بيستخدم عشان اعداد او تحضير المصل اللي استخدم بعد كده للقضاء على الجدري. طبعا الجدري انتهى من زمان، وكان اخر ناس اتطعمت بالمصل بتاع الجدري كان تقريبا يعني اواسط السبعينات لغايه سنه حاجه و70 75 كده او حاجه، وبعد كده بطلوا يطعموا على مستوى العالم كله للجدري، لانه كان المرض انتهى تماما مع التطعيم. الفيروس رجع ينتشر تاني في الفتره في الاونه الاخيره في شهر ابريل اللي فات في بعض الاماكن، غالبا في الرجال الصغير السن المثليين، وبعد كده ابتدى ينتشر منهم لاخرين. طرق انتشار المرض ده يهمني طبعا ان احنا نعرفها، عن طريق يا اما انتشار عن طريق السوائل بتاعه الجسم، سواء الدم او الافرازات، او عن طريق العلاقه الجنسيه سواء كانت علاقه مع نفس الجنس او مع الجنس الثاني. الانتشار برضو عن طريق نقل الدم من الشخص المصاب للشخص السليم، ده من الانسان للانسان الثاني، واكيد عن طريق عضه الحيوان المصاب سواء قرد بقى او فار او اي قوارض اللي احنا قلنا ان هي بتنقل الفيروس. طيب مين اكثر عرضه للاصابه بالفيروس ده؟ طبعا اللي هيخالط حد من الناس المصابه، يعني هو موجود في دول معينه، والسفر عن طريق السفر عموما ممكن ينقله من دوله لدوله. هل هو موجود في مصر؟ احنا شفنا حالات ممكن تكون، بس لسه لغايه دلوقتي ما تاكدتش، بس لغايه دلوقتي مفيش حاجه تاكدت ان هو ما دخلش مصر ان شاء الله. تمام، نعرف ازاي اذا كان اللي عندنا ده جدري او جدري مائي بقى، لان الجدري اصلا انتهى، او الجدري القرود. الدكتور طبعا هو بس اللي يقدر يشخصك صح او يشخصك صح عن طريق الكلينيكال اكزامينيشن او الكشف الكلينيكي في العياده. طيب هل الفيروس ده بينتقل عن طريق يس ايوه، بس مش زي فيروس الكورونا، يعني محتاج فتره مخالطه طويله قوي عشان ينتقل عن طريق النفس، انما الطرق اللي احنا قلناها اللي هي افرازات الجسم والعلاقه الجنسيه والكلام ده اكثر واقعيه في نقل الفيروس او عضه الحيوان. طيب ايه خطوره الفيروس ده؟ لو الانسان اللي قدر الله اصيب بيه صحته كويسه، ما عندوش اي مشاكل صحيه مزمنه، ما عندوش نقص في المناعه مثلا سواء نتيجه اصابته بالايدز لا قدر الله، او السكر، او بياخد اي مثبطات للمناعه نتيجه مثلا ان هو عمل اورجن ترانسبلانت عضو او كده، او عنده اي مشكله صحيه تستدعي ان هو ياخد مثبطات مناعه. لو ما فيش الكلام ده هو يعني سيلف كنترول يعني بيختفي او بيتعالج مع نفسه، بس بنديله حاجات بسيطه في خلال من 3 اسابيع ل 4 اسابيع. طيب لو الانسان مصاب بحاجه اللي احنا قلناها دي، ممكن الديزيز المشكله دي ممكن تؤدي للوفاه. ايوه، فاحنا قلنا ان هو عموما عند الانسان الصحيح او الاصحاء ما بيبقاش فيه مشكله كبيره. طيب هل في فاكسين او تطعيم يعني او ادويه علاجيه للفيروس ده؟ لغايه دلوقتي لا، بس اتقال ان هو من نفس عيله الجدري، ان اللي واخد تطعيم السمول بوكس
قبل كده اللي هو كنا بناخده زمان في الفخذ، تمام؟ يعني كل مواليد ما قبل 75 محبوبين من الجماعه تقريبا 30% بس، ده عشان هم يعني قريبين من الايه؟ من بعض في الدي ان ايه بتاعهم. انما هو نفس الفاكسين ممكن اعاده استخدامه تاني، ممكن نرجع نستخدمه تاني كتطعيم، لانه زي ما قلنا بيدي مناعه لغايه 80%. الادويه اللي ممكن تستخدم، وقلنا مش في كل الحالات، لان الحالات الشديده اللي محتاجه هي بس اللي ممكن بنديها، زي مثلا عندنا فيدوفوفير، تمام؟ من الادويه اللي ممكن استخدامها، وممكن الحاجات اللي هو الميونوجلوبولينز اللي بتتحقن في الدم مباشره هتدي مناعه من العادي اللي هو السمونبوكس، هتدي برضه مناعه من المونكي وفي انا بتمنى جميعا الصحه والعافيه، وربنا يكفينا شر الاوباء والامراض ويكفي بلادنا شر الامراض يا رب، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه، ولكم مني اطيب المنى.